السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب. في فيديو النهاردة بإذن الله احنا هنتكلم عن اسم عظيم جدا من أسماء الله الحسنى. هذا الاسم بإذن الله لو انت رددته وقرأته 21 مرة بعد كل صلاة الطريقة اللي انا اقولها لك بالظبط، اوعدك بإذن الله بأنه ستفتح امامك كل الابواب المغلقة، يعني كل الابواب المغلقه، سواء الباب ده كان خاص بباب الرزق، او الباب ده كان خاص بباب الزواج، او الباب ده كان خاص بباب الحظ وفتح العمل، انت تبقى ناجح في شغلك. الفائده دي مهمه جدا في هذا الشان، وهذه الفائده باذن الله اللي هيطبقها باذن الله اوعده ان الله تعالى هيرزقه الغنى. في ناس هتقول لي يا عبد الله يعني ايه الغنى؟ يعني هيجي لي ملايين بعديها على طول؟ لا، الغنى يعني ربنا هيوصلك للي انت عايزه من غير ما تحتاج لحد. يعني مثلا انت شخص عايز منزل، عايز مثلا مبلغ معين، لو انت رزقت بيها تبقى غني. ليه غني؟ لان انت ما احتجتش لغيرك، الله تعالى اعطاك اللي انت عايزه من غير ما تحتاج لشخص، فهو ده الغنى الاساسي. فباذن الله الاسم اللي هنتكلم عليه النهارده لو انت قراته 21 مره بالطريقه اللي انا اقولها لك، شوف الفوائد بقى اللي هتحصل معاك لو انت قرات الاسم ده 21 مره بالطريقه اللي انا اقولها لك. اولا باذن الله اموالك لن تنفذ. يعني ايه يا عبد الله اموالي لن تنفذ؟ يعني بإذن الله هتلاقي أموالك لها بركة بشكل غريب، هتلاقي أموالك بتزيد مش بتنقص، هتلاقي أموالك ما بتخلص، هتلاقي الله تعالى رزقك أموال من حيث لا تحتسب، هتلاقي الله تعالى رزقك بمبلغ من المال من غير حتى ما تتخيل، يعني تقول هو الفلوس دي بتجيلي منين، هتلاقي الفلوس جايلك من كل حتة من غير أسباب. ثانيا هتلاقي جميع الأبواب اتفتحت أمامك، سواء باب الحظ أو باب الرزق أو باب فتح النصيب والقسمة للناس يعني اللي مش متزوجين. ثالثا بإذن الله ومن ثمرات الاسم ده ومن ثمرات الفايدة دي ان هو هيغلق امامك جميع الابواب التعيسة او جميع ابواب التعاسة، زي مثلا المشاكل، زي الفقر، وباذن الله من المستحيلات ان يصيبك فقر او يصيبك هم او يصيبك حزن بعد ما تعمل هذه الفائدة، لان الفائدة دي من مجربات شخصية والفائدة دي قوية جدا فوق ما تتوقعه. واسم بس هتقول 21 مرة، بعدها تقول دعاء معين هقوله لكم مرة واحدة باذن الله، لو عملتوه اوعدكم باذن الله ان انتوا هتشوفوا خيرات وارزاق واموال لن تتخيلوها. يعني مش هتتخيل كميه الرزق والمال والفرش اللي هيقع على حياتك بعد ما تطبق الفايده دي على طول، لان الفايده دي بجد يا جماعه من المغربات القويه جدا. فهبدا على طول يا احبابي في ذكر الفايده والتفاصيل، بس قبل ما ابدا في ذكر التفاصيل اتمنى تضغط على زر اللايك وتكتب لي تعليق حلو كده في التعليقات بالتوفيق، ونبدا على طول يا احبابي في ذكر تفاصيل الفايده. طبعا يا جماعة الاسم اللي هنتكلم عليه النهاردة بإذن الله هو اسم عظيم جدا من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله تعالى المغني. هذا الاسم العظيم اللي ليه أسرار كثيرة جدا، وأنا قلت قبل كده أن الله تعالى لا ينزل إلينا أسماء عبس، ولكن الله تعالى عندما أنزل إلينا اسم الله تعالى المغني فده معناه أن هو بيستخدم في الغنى، مغني من أغنى. طبعا في البداية أحبابي محتاج أقول لكم أن الفايدة دي ممكن تبدأها في أي يوم، والافضل حاجه في الفايده دي انك تستمر عليها لمده اسبوع. يعني لمده اسبوع هتعمل الفايده زي ما اقولها لك. كل اللي هطلبه منك ان انت لمده 7 ايام متصله، ويجوز البدايه من اي يوم، بس لازم اليوم اللي تبدا فيه تبدا من بعد صلاه الفجر، او حتى لو انت بتصليها كصبح، يعني بتصلي الفجر مثلا على الساعه 10 صباحا او 9 صباحا عادي. هتيجي باذن الله بعد كل صلاه وهتعمل الحاجات اللي اقولها لك دي. اول حاجه بعد كل صلاه، ولو انت فتاه عندك عذر شرعي ممكن تقولي بعد وقت الصلاة، يعني بعد وقت صلاة المغرب، بعد وقت صلاة الفجر، بعد فهمني، بعد كل صلاة أولا هتقول يا مغني يا مغني 21 مرة. وبعد ما هتقول يا مغني 21 مرة هتقول الدعاء العظيم اللي هقوله لك ده مرة واحدة بس. والدعاء اللي هتقوله هو: اللهم أنا الفقير وأنت المغني، فمن يدعو الفقير إلا المغني. تاني: اللهم أنا الفقير وأنت المغني، فمن يدعو الفقير إلا المغني. هذا هو الدعاء اللي انتوا هتقولونه مرة واحدة فقط. وبعد صلاة الفجر تعملوا كده، بعد صلاة الظهر تعملوا كده، بعد صلاة المغرب تعملوا كده. تفضل بعد كل صلاة تطبق الحاجات اللي قلتها لك، وتستمر عليها لمدة 7 ايام. بفضل الله خلال ال7 ايام شوف الخيرات والارزاق وابواب الحظ والرزق اللي ربنا هيفتحها لك بعديها مباشرة. والفايدة دي من المجربات القوية جدا، وزي ما قلت لكم المجربات الشخصية، طبقوها زي ما انا كاتبها بالظبط وطبقوها زي ما انا قلتها لكم بالظبط، وهتشوفوا العجب بعديها. وبكده يكون الفيديو خلص يا احبابي. اسال الله ان يوفقكم يا رب ويحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.